اسمي سماح عبد العاطي، صحفيه من جورنال الوطن. اهلا بيك. دلوقتي عايزين نعرف يعني اسباب عد شيماء سافرت السودان يوم الاثنين اللي قبل اللي فات، كانت رايحه في اطار تغطيه المظاهرات اللي اندلعت في السودان في الفتره الاخيره، كانت بتبعت تقرير من هناك وعملت حوار مع صادق المهدي وبعتته من هناك، ويبدو ان كل التقارير اللي كانت بتبعتها لقيت ازعجت النظام هناك في السودان، فقرروا ان هم يعتقلوها، لحقوها فعلا وقبضوا عليها يوم الاثنين اللي قبل اللي فات. الاثنين اللي فات؟ لا انا ما اعرفش، ما عنديش معلومه اعتقد امتى، بس هي بعتت لنا رساله، كان اخر رساله بعتها لنا كان يوم الاثنين اللي فات، وقالت فيها ان هم منزعجين جدا من التقارير اللي بتبعتها وان هم بيلاحقوها، وقالت ان هي احتمال تقبض عليها في اي لحظه، هي كانت عارفه او حاسه، كانت حاسه بمحقتهم ليها. شيماء زميلتي قبل اي حاجه، هي زميلتي معايا في جورنال واحد بس بعيد عن هي زميلتي، احنا في الاخر خالص زملاء في مهنه واحده، واللي يعني اللي بيتعرض له شيماء دوت ممكن يتعرض له اي حد من الناس اللي واقفين حضرتك شايفهم دول، احنا مش مدافع عن شيماء قد ما مدافع عن الصحفيين الموجودين كلهم هنا. والله انا شايفه ان هو موقف هزيل جدا، حتى الان الحكومه المصريه مفيش اي موقف، ما فيش اي تحرك فاعل للخليجيه المصريه او حتى مؤسسه الرئاسه، يعني المفترض ان مؤسسه الرئاسه تتدخل، دي مواطنه مصريه محتجزه بدون وجه حق في اراضي سودانيه وهي كانت بتؤدي واجبها، يعني انا شايفه ان هو موقف متخاذل جدا، كنت اتمنى ان هم ياخدوا موقف افضل من كده. ممكن كلمه توجيهها للمحمد مرسي و اقول له اتدخل، اقول له باعتبارك رئيس الجمهوريه اتدخل، دي مواطنه مصريه ومحتجزه في سجون سودانيه، لو سمحت اتدخل وافرج عنها، لو سمحت اتدخل لها. Yeah.